السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، لقاء جديد ومادة الجغرافيا ومدرسة على الهواء معكم في مراجعات نهاية العام. إحنا النهاردة إن شاء الله هنستكمل مراجعة الوحدة الثالثة، تكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية. سعدنا أن يصاحبنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف عبد المنعم، معلم خبير المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ اهلا أشرف، بك استاذ. دعم كل سنة حضرتك وحضرتك طيب. كنت طيب والله يكرمك. حضرتك، إحنا بنستكمل مراجعة الوحدة الثالثة، كنا اتكلمنا عن التكتلات الاقتصادية، تمام، وعايزين حضرتك تذكرنا بسؤال كده عن التكتلات الاقتصادية، وبعدين نواصل إن شاء الله في الكلام على الأحلاف العسكرية. احنا هنقول اسئله دليل التقويم، لان طبعا انت عارف دليل تقويم الطالب جاي من المركز القومي للامتحانات، تمام، فهنكتب منه مجموعه اسئله ونجاوبها مع ابنائنا الطلاب. تمام كده. وليكن مثلا في ضع علامة صح أم خطأ مع ذكر السبب. تمام. ضع علامة صح طب نقدر نقول الصفحة عشان أم أبنائنا لو اللي معانا دليل خطأ التقويم يكون معانا. مع ذكر السبب، صفحة 31. 31، تمام. يبقى أبنائنا صفحة 31 من التقويم. احنا عارفين دليل التقويم ده مهم بالنسبة لنا، إن شاء الله ده يعتبر حاجة قيمة جدا للمراجعة. أول سؤال بيقول التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة. تمام. نقف هنا شوية عند التكتلات الاقتصادية. الطالب في بداية التكتلات الاقتصادية يا أستاذ أحمد بيعرف إن التكتل الاقتصادي بداية ظهوره بعد الحرب العالمية الثانية. تمام. يعني السبب الرئيسي في ظهور التكتلات هي ويلات الحروب اللي عانت منها أوروبا والأزمات الاقتصادية. نتيجة لذلك بدأوا يفكروا في إنشاء تكتل اقتصادي في دول أوروبا بيضم مجموعة دول غرب أوروبا كلها. تمام. طبعا التكتلات الاقتصادية كونها إن هي ظهرت في القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية، يبقى معنى كده إن العبارة بتاعتنا دي عبارة إيه؟ التكتلات الاقتصادية الظاهرة القديمة عبارة خاطئة. عبارة خاطئة. تمام، لأنها تعتبر كده ظاهرة حديثة. يبقى هنا هيشيل الكلمة دي ويكتب ظاهرة إيه؟ حديثة. حديثة. خلي تمام. بالك هو لسه ما خلصش إجابة، تمام. لأن هنا طب إيه الدليل إن هي ظاهرة حديثة؟ يكتب بقى كده ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. النص الثاني من القرن الكام؟ من القرن العشرين، خلاص؟ أو في منتصف القرن العشرين. تمام. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتكتلات الاقتصادية. طبعا تمام. على النقيض يا أستاذ أحمد، لو هو غير التكتلات الاقتصادية وجاب كلمة الأحلاف تمام. وخلاها زي ما هي كده وقال لك الأحلاف العسكرية ظاهرة قديمة، يعني أنا هغير العبارة دلوقتي تمام. قدام أبنائنا. العبارة بتقول فعلا حضرتك دي موجودة صفحة 37. تمام، صح أو خطأ الأحلاف العسكرية الظاهرة حديثة النشأ. الأحلاف العسكرية ظاهرة حديثة ظاهرة النشأ. حديثة. يبقى هنا الأحلاف العسكرية، لا أقول له برضو هنا العبارة غلط، لأن هي مش ظاهرة حديثة، هي ظاهرة إيه؟ قديم. قديمة. تمام. لأن طبعا الأحلاف العسكرية معروفة على مر العصور وعبر الأزمان وعبر التاريخ أنها ظاهرة إيه؟ ظاهرة قديمة، قديم. لأن أصلا الحرب عبارة عن صراع مسلح عبر الزمن. تمام. فهنا الأحلاف العسكرية هي ظاهرة إيه؟ ظاهرة قديم. قديمة. تمام. نعم. طيب. يمكن بدأت تزيد الأحلاف العسكرية وبدأت تظهر بشكل كبير برضو بعد الحرب العالمية الثانية، لأن ظهر عندك معسكرين، معسكر شرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا ومعسكر غربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. تمام، يعني نتيجة الصراع بين المعسكرين دول ظهرت العديد من الأحلاف العسكرية. بدأ يزيد وبدأت يزيد انتشار. نعم. انتشرت في مؤخرا يعني. نعم. طيب حضرتك في أسئلة تانية على التكتلات برضو هسترجع ليها. من ضمن الأسئلة اللي موجودة، الحجم السكاني المناسب في دول التكتل عنصر أساسي في القيامة. تمام. نكتب السؤال، الحجم السكاني الحجم السكاني المناسب في دول التكتل الاقتصادي التكتل الاقتصادي عنصر أساسي. طبعا احنا عارفين ان الحجم السكاني بيلعب دور مهم جدا في التكتلات الاقتصادية، تمام. بيوفر ايدي
عاملة، وزكاة الأيدي العاملة دي مدربة وماهرة، فطبعا هنا هتستغل الموارد الاستغلال الأمثل. طبعا بالإضافة كمان إنه بيوفر لك حجم سوق كبير، يعني لو حجم السكان كبير زي دول الاتحاد الأوروبي 500 مليون نسمة، تمام بنجد إن الحجم السكاني الكبير ده عامل مساعد وعامل جيد في نجاح التكتل الاقتصادي، لأن ده بيوفر أيدي عاملة، وده طبعا بيؤدي لزيادة الإنتاج. تمام طيب ده الحجم السكاني، يبقى نعم ايدي عامله زائد سوق تشجع على الاستثمار. نعم في برضه سؤال اخر نختم بيه، سؤال آخر بيتكلم عن البنية الأساسية تمثل شريان التكتل. تمام، اهميه البنيه الاساسيه بالنسبه للتكتل. البنية الأساسية تمثل شريان التكتل. طبعا هنا العبارة ايضا عبارة ايه؟ صحيحة، تمام لان الطالب هو ما دام عارف البنية الاساسية هي ايه، خدها في اللي هي سنة تانية. المواصلات تمام وطرق النقل نفسها اللي هي البنية التحتية. طبعا ده عامل مهم جدا جدا لقيام اي تكتل اقتصادي، ان لازم يبقى في بنية اساسية جيدة، لان ده شريان التكتل الايه؟ شريان الاقتصاد، التكتل الاقتصادي، تمام، اللي عن طريقه بيتم نقل ايه المنتجات او والسلع برضو والخدمات كل السلع حاجة. يعني انت فبتشجع الاستثمار والانتاج يعني. تمام. تمام طيب ده بالنسبه للتكتلات الاقتصاديه. نعم طيب الاحلاف العسكريه، حضرتك قلت ان الاحلاف العسكريه ظاهره حديثه، نعم طيب ايه الاسئله الأحلاف بقى؟ العسكرية ظاهرة قديمة. ظاهره قديمه. نعم عايزين نشوف بقى الاسئله اللي هي بنشوفها احنا. اولا جايبين لابنائنا الطلبه سؤال ممكن يشوفوه قدامنا على الشاشه، اللي اتفضل. هو تعريف الاحلاف بصفه عامه حاضر. بدايه يعني، تعريف الاحلاف العسكريه. طبعا الحلف العسكري اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعه من الدول بان هي تتعاون فيما بينها في استخدام مشترك للقوه او التشاور في استخدام هذه القوه في ظروف معينه، نعم يعني اتفاق بين مجموعه دول. وايضا التكتل الاقتصادي اتفاق او درجه من درجات التكامل بين مجموعه دول. نعم طيب احنا بنقول التكتلات الاقتصاديه تشغل حيز ارضي، والاحلاف العسكريه تتشابه في ذلك، تشغل حيز برضه ارضي. لأنها بتتكون من مجموعة دول، فأكيد بتشغل حيز مكاني. تمام، اذا نعم دي برضه بتتشابه مع التكتلات الاقتصاديه في انها تشغل حيز مكاني. هل يمكن وجود او نقدر نتكلم على مثلا اهميه قيام حلف عسكري عربي في الوقت الراهن؟ طبعا وجود حلف عسكري عربي ممكن تقول ان هو ضرورة ملحة في العصر الحالي، لان هنا احنا في وقت لا تستطيع الدولة العزف المنفرد في تمام وسط التغيرات السريعة او العصر الحالي. كل ما كان هناك تكتل، كل ما كان هناك حلف كبير، كل ده مكان ده مزيد من القوة، لان تمام هو في ميزة في الاحلاف العسكرية. الميزة في الاحلاف العسكرية عندك ان هي زيادة في القوة. زيادة في القوة يعني ايه؟ يعني تقريبا في تليفون. استاذن حضرتك في تليفون. نعم الو 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 الو، ايوه ازيك يا استاذ محمد؟ استاذ احمد اهلا وسهلا، انا معاك محمد منوفي. اتفضل يا محمد، ازيك يا ابني؟ انا عندي بس سؤال يعني ممكن اقوله؟ اتفضل اتفضل ماشي. معاك يا محمد. قول اذكر بعض القضايا العالمية التي كان حلها اثر في جد النظام العالمي الجديد. بعض القضايا العالمية العالمية التي كان حلها اثر في ايجاد النظام العالمي الجديد، التي تم حلها في نطاق النظام العالمي الجديد. كان لها اثر في ايجاد النظام العالمي الجديد. في ايجاد في ايجاد النظام النظام العالمي العالمي الجديد. الجديد. طيب في سؤال تاني برضو بقول سؤال دليل على العبارة، ايوه ايجاد حلول لعدد من القضايا العالمية ساهم في نشأة النظام العالمي الجديد برضو. هو نفس السؤال. هو نفس السؤال. طب انا كنت عايز اسال في الوحده دي احسن، ديت الوحده الرابعه، الثالثه او الرابعه اي حاجه، دي انا الوحده ذاكر الرابعه. الرابعه برضه وذاكر الثالثه. تمام طيب دي الوحده الرابعه. ماشي. لا طيب انا عايز اتسال، انا عايز اتسال انت عايز تتسال في الوحده الرابعه يعني؟ او الثالثه اي وحده يعني. طيب يعني نقدر نقول لك مثلا كان لنشأة النظام العالمي الجديد نتيجة اتفاقيات بين مجموعة دول، صح أم خطأ العبارة وليه؟ ممكن تكتبه بس يا أحمد. طيب
كان نشأة النظام الإعلامي الجديد ثمرة اتفاق بين مجموعة دول. كان نشأة أو النظام الإعلامي الجديد ثمرة اتفاق بين مجموعة دول. لا العبارة خطأ طبعا يا أستاذ أحمد صح؟ العبارة خطأ. طيب ليه؟ ليه بقى؟ لأن ظهر النظام الإعلامي الجديد لم يكن لسفر عدة جهود بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار كتلة الكومكون أو الكتلة الاقتصادية وسكوت وحل حلف وارسو وظهور قوة جديدة وهي انفراد أمريكا بالعالم الجديد حاليا. تمام يعني انفرادات الظروف النظام العالمي الجديد. طيب تعليقك يا أستاذ أشرف نقول لمحمد. إجابته سليمة طبعا وهو جاوب بشكل كويس جدا ويمكن جاب إجابة كاملة. طبعا أحسنت يا محمد. طبعا بتقول كمان بزود بس كلمة إن هو فرضته الظروف والأحداث ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا في فرضه بالقوة. تمام. طيب يا محمد ممتاز يا ابني ربنا يوفقك ان شاء الله. طب برضه بيقول لي برضه في سؤال بقى تميز يعني شويه. ايوه نزع الصفه الايديولوجيه عن العلاقات الدوليه احد المبادئ الحكيمه التي اعلنها غورباتشوف. هل ظهر هذا المبدا في النظام العالمي الجديد؟ دلل على جد. ممكن اجاوب برضه يا استاذ احمد؟ ايوه انا ممكن اقول له نعم ظهر هذا المبدا من خلال تقلص يعني مثلا تقلص السياده الوطنيه. تمام. تقلص دور السياده الوطنيه. ايوه عند من خصائص يعني النظام العالمي الجديد. طب ما تقول لي ده هو سقوط الاتحاد السوفيتي يا محمد. سقوط الاتحاد السوفيتي وبكده سقط مبدا توازن القوة وانهيار حلف وارسو. وانهيار حلف وارسو فاصبح هناك هنا سقوط لمبدا توازن القوة وبدا هنا توازن لمين؟ للمصالح. تمام. فاصبح هنا مفيش دلوقتي صراع ايديولوجي. صراع ايديولوجي. لان بانتهاء الاتحاد السوفيتي يعتبر سقط فكره ايديولوجيه. نعم. اللي هي المعسكر الشرقي بفكرته الشيوعيه الايديولوجيه. تمام. برضه في سؤال ما له علاقه بين. تمام يا محمد. سياده اعاده البناء الاقتصادي لغورباتشوف. تمام. والمبادئ الحكيمه التي اعلنها عقب الحرب البارده. نعم. انا برضو ممكن اقول له حيث عمل الرئيس غورباتشوف اعاده سياده البناء الاقتصادي ووضع مبادئ اتجاه للغرب واحلال توازن المصالح. نزل الصفه الايديولوجيه واحلال توازن المصالح بدل توازن محل توازن القوى. خلي بالك وتجنب الصراعات لصالح البشريه. هو ده اعاده البناء. هناك علاقه بقى بين الكلام ده. ده اعاده البناء. يبقى كانت المبادئ الحاكمه اللي اعلنها غورباتشوف وثيقه الصله فعلا باعاده البناء الاقتصادي في المرحله الاخيره من البشريه. تمام. وده سبب من اسباب سقوط الاتحاد السوفيتي. تمام. ان هو فشل في ايجاد نظام اقتصادي اكثر تطورا. فنتيجه لذلك سقط الاتحاد او تفكك الاتحاد الايه؟ السوفيتي. وسقط معاه حلف ايه؟ وارسو. فبدات تظهر مبادئ جديده اللي هي بتحكم النظام العالمي اللي هو سقوط مبدا توازن الايه؟ القوى وظهور مبدا اخر هو توازن المصالح. تمام. طيب يا محمد متشكرين ليك. في حاجه تاني؟ طيب استاذ اشرف كان بيقول على ايجاد حلول القضايا في ظل النظام العالمي الجديد. بعض القضايا التي تم حلها في النظام العالمي الجديد. هو عنده في سؤال بيقول ما هي المتغيرات التي ادت الى ظهور النظام العالمي الجديد؟ تمام. ده في الوحده الرابعه. من ضمن المتغيرات سعي دول اوروبا الى وجود تكتل اقتصادي اللي هو السوق الاوروبيه وتحولت لاتحاد اوروبي. تمام. 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 وسعي دول اسيا جنوب شرق اسيا ناشئه الصين والهند الى ان هي بتحتل ساحه على يعني تحتل مكانها على الساحه العالميه. تمام. وظهور اليابان والمانيا كقوى اقتصاديه. تمام. والثوره المعلوماتيه او ثوره التكنولوجيا. تمام. معايا اللي هي الثوره الصناعيه الثالثه. تمام. طيب النقطه اللي جايه بعد كده هي دي الاجابه. تمام. اللي هي بقى أصبح الولايات المتحدة أو دور الولايات المتحدة في حل العديد من القضايا سببا في ظهور النظام العالمي الجديد. طب إيه القضايا اللي حلتها؟ اللي هو إنهاء الاحتلال السوفيتي إنهاء الاحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وانتهاء الحرب اللبنانية الأهلية في لبنان. لبنان. خلاص. وكمان إنهاء الحرب العراقية الإيرانية. الإيرانية. تمام. طيب مين اللي ساعد في كل إنهاء الكلام ده؟ الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. فبدأت تظهر هي كقوة إيه؟ وقوة عظمى. هو ده فكرة النظام العالمي الجديد. تقود النظام العالمي الجديد. ان يبقى في قوة واحدة. تمام. هي اللي بتحرك هذا النظام. تمام. نعم. متشكرين لحضرتك جدا يا فندم.
بنكمل يا استاذ اشرف، احنا كنا بنتحدث على الاحلاف العسكريه. نعم. طيب عايزين ناخد بقى الاسئله اللي موجوده في كتاب التقويم او اللي حضرتك مجهزها لنا على الاحلاف العسكريه. هو في سؤال في الاختيارات تمام بيقول لك من اهم الاحلاف العسكريه الذي ما زال قائما حتى الان، وجايب مجموعه من الخيارات يا استاذ احمد. تمام. حلف عسكري ما زال قائما، ايه الحلف العسكري اللي ما زال قائما من غير ما نقول الاختيارات؟ نحن نسمع عن الناتو فقط. نعم، هو حلف شمال الاطلسي او حلف شمال الاطلنطي اللي هو حلف الناتو، هو ده الحلف اللي ما زال قائم الى الان. تمام. برضو من ضمن الاسئله بيدي عباره مثلا يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ان الاحلاف العسكريه تؤدي لزياده القوه. طيب في ضوء العباره دي ما المقصود بكلمه احلاف عسكريه؟ تمام، هو في صفحه 37. نعم. ايه المقصود بحلف ايه؟ بوجود حلف عسكري. طبعا المقصود بالحلف العسكري يبدا الطالب هنا يتكلم عن الاحلاف الايه؟ الاحلاف العسكريه، ان هي عباره عن اتفاق رسمي بموجبه تتعهد التعريف يعني. مجموعه من الدول بتشاور او باستخدام القوى العسكريه ضد دوله او عده ايه؟ دول. تمام. طيب سؤال تاني من الاسئله، طبعا احنا كنا قلنا اللي هي الاحلاف العسكريه ظاهره ايه؟ حديثه الايه؟ النشأة. صح ولا غلط؟ طبعا بيقول خطأ، ونقول اللي هي ايه؟ قديمه النشأة. كان لانهيار حلف وارسو تداعيات كثيره، او كان انهيار حلف وارسو نتيجه لتداعيات كثيره. طيب لو قلنا كان لانهيار حلف وارسو تداعيات، هيبقى السؤال مختلف عن كان انهيار حلف وارسو نتيجه التداعيات. نتيجه لتداعيات كثيره. هناك فرق بين السؤالين. نعم. طيب نقول الاول نتيجه التعديات. نتيجه تداعيات كثيره، ما هي التداعيات اللي ادت الى انهيار حلف وارسو؟ بيبدا الطالب هنا يتكلم من اول فشل سياسه الرئيس السوفيتي جورباتشوف في ايجاد نظام اقتصادي اكثر تطورا. ادي اول حاجه. ايه التغير اللي حدث كمان؟ اتحاد المانيا الغربيه مع المانيا الشرقيه وانهدام سور برلين. تمام. طيب ايه رقم ثلاثه؟ رغبه الدول التابعه للاتحاد السوفيتي في الانفصال عن الاتحاد السوفيتي وتحللها بالتالي. وبدات تتحلل من التزاماتها تجاه حلف وارسو، فكانت النتيجه اعلان انتهاء حلف ايه؟ وارسو. تمام. ده اللي هي التداعيات اللي من اجلها انهار حلف وارسو. انهار حلف وارسو. طيب كان لانهيار حلف وارسو بقى تداعيات، يبقى ده عايز كده النتائج. عايز نتائج. نتائج انهيار حلف وارسو اللي هو تغيير حلف الناتو الاستراتيجي. صح. الاستراتيجيه الخاصه بيه. حلف الناتو عمل ايه يا استاذ احمد بعد انهيار حلف وارسو؟ غير الاستراتيجيه خالص. غير الاستراتيجيه. بدات النظره بتاعتهم تتجه نحو الشرق. شرق اوروبا. فبداوا يتوسعوا ايه؟ في الشرق. ويضموا الدول اللي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي وحلف ايه؟ وارسو. بداوا يضموها لحلف الناتو، فزاد عدد دول حلف الناتو. تمام. النقطه الثانيه، بدا الحلف يجد ليه دور في اوروبا مستغلا الازمات الموجوده في اوروبا. تمام. اصبح لاوروبا اذا دور في الحلف. طيب النقطه الثالثه، ايضا وجد الحلف لنفسه او اوجد لنفسه دورا في الشرق الاوسط ايضا مستغلا الازمات الموجوده في الشرق الاوسط. تمام. لاحظت حاجة هنا؟ تمام. الحلف عمال ايه؟ يتوسع. يتوسع. الشرق، وبعد كده جوه قارة أوروبا نفسها، داخل قارة أوروبا، وفي اللي هو منطقة ايه؟ الشرق الأوسط بصفة ايه؟ بصفة عامة. شرق أوروبا وغرب أوروبا ودول الشرق الأوسط. تمام. طيب عايزين نقول برضو بعض الأسئلة يعني اللي احنا ممكن تورد في ذهن الطالب على أن الأحلاف العسكرية من أهدافها فقط الاتفاقيات العسكرية والاستخدام للقوة فقط، أو تقتصر مهمة الأحلاف العسكرية على الاستخدامات العسكرية. أنا هكتب السؤال بتاع حضرتك. السؤال بيقول تقتصر مهمة الأحلاف العسكرية، مهمة الأحلاف العسكرية، الأحلاف العسكرية على استخدام القوة. على استخدام القوة أو على الجانب العسكري. أو الجانب العسكري. تمام. أنت عندك كلمة اللي كتبتها بالأحمر دي. دي أول ما تيجي للطالب لازم يركز فيها. ليه؟ لأن هي بنسبة كبيرة العبارة خاطئة. تمام. بنسبة كبيرة. تمام. العبارة هنا خطأ. وخاصة أما الطالب يقرأ العبارة للنهاية. يعني تقتصر هنا، يعني مهمة الحلف مقتصرة فقط على استخدام القوة العسكرية. تمام. لا طبعا،
انت عندك دليل ان حلف الناتو ارسل عندك اغاثه للمتضررين من زلزال باكستان في 2006. ده جانب سلمي. ده جانب سلمي خالص اهو. تمام. وايضا ارسل ايضا مساعدات للمتضررين من اعصار كاترينا في 2006. برضه ده جانب سلمي. يبقى هنا لم يقتصر دور الحلف على الجانب الحرب. الحربي، تمام، ولكن له ايضا جوانب سلميه. تمام. نعم. وارسال برضه القوات لحفظ السلام في بعض المناطق. نعم. زي مقدونيا والبوسنه والبوسنه والهرسك. والهرسك. تمام. طيب ده كده بالنسبه للاحلاف العسكريه. نعم. ما العلاقه بين سياسه الاحلاف العسكريه ودور الامم المتحده في العالم؟ نعم. السؤال ده ممكن تقول ايه؟ ما النتائج المترتبه على تمام ظهور حلف الناتو على المستوى العالمي والمستوى الاقليمي؟ تمام. هو بدات هنا نتيجه لظهور الحلفين بدات تزيد حده الحرب البارده بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. وبدا كل طرف من الاطراف ينهمك في التسلح. بدا هنا كل طرف يعمل ايه؟ يقوم بتسليح نفسه ويبالغ في الاسلحه كاستعراض للقوه العسكريه. وده ارهاقهم اقتصاديا. طب ايه اثره على الامم المتحده؟ ضعف سيطره الامم مين؟ المتحده، وضعف هيمنتها نتيجه لتنافس القوى الكبرى مثل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. يعني نقدر نقول الاجابه للطالب انه ادى التنافس بين الحلفين الناتو وورسو الى اضعاف هيئه الامم المتحده. نعم. تمام. طيب برضه عايزين نقول لابنائنا ما نتائج سابقه التسلح؟ ده الاسئله دي بيشوفها كتير وبيبقى عايز الاجابه بتاعتها. نكتبه للطالب بعد اذن حضرتك ونجاوبه. حضرتك يعني في سياق الكلام قلت ان في سباق للتسلح. نعم. ما نتائج سباق التسلح؟ طبعا بالنسبة لسباق التسلح اللي هي الحلفين كل واحد كان بيقوم من نفسه من جهة إنتاج السلاح. إيه نتيجة سباق التسلح؟ تمام. ظهر سباق التسلح بين المعسكر الشرقي والغربي، فده أرهقهم اقتصاديا. إرهاق. يبقى تمام. إرهاق كل من الولايات الإيه؟ المتحدة. المتحدة والاتحاد مين؟ السوفيتي. السوفيتي. اقتصاديا. سابق. بس احنا نقدر نقول ان الاتحاد السوفيتي تأثر بشكل اكبر. وخاصة الاتحاد السوفيتي. تمام. طيب برضو ايه النتيجة؟ برضو اضعاف هيئة الامم المتحدة. تمام. لان ده كان نتيجة لسباق الايه؟ التسلح، الاتنين بيتنافسوا، ففقدت الامم الايه؟ المتحدة قوة كبيرة نتيجة أو قدرة على السيطرة نتيجة لتنافس اللي هو المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. تمام. طيب عندنا في سؤال في دليل التقويم حضرتك موجود، صح أم خطأ؟ نص حلف وارسو على قصر انضمام دول جديدة والاقتصار على دول المؤسسة له. يعني نص حلف وارسو على قصر انضمام دول جديدة، يعني تقريبا بكده يمنع انضمام دول جديدة. نص حلف وارسو على قصر انضمام دول جديدة، قصر انضمام دول جديدة والاقتصار على الدول المؤسسة له. جديدة والاقتصار على الدول المؤسسة له. السؤال من دليل تقويم الطالب صفحة على 7. الدول المؤسسة له. لا. تمام. يبقى العبارة خاطئة. طبعا هنا هو الحلف وارسو انت عارف حضرتك قال لك ايه؟ هو مفتوح للانضمام لجميع الدول المحبة للسلام. تمام. يعني كده كان فتح العضوية. بس لأي نوع من الدول؟ الدول المحبة للسلام. بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء. تمام. يبقى هنا لم يكسر الانضمام ايه؟ على دول معينة. لا قال لا ده فتحه لجميع الدول بس بشرط تكون الدولة محبة للايه؟ محبة للسلام بالإضافة لموافقة جميع الدول الأعضاء. طيب تمام. طيب يعني عايزين نقول برضو سؤال آخر عن أهداف الأحلاف العسكرية. هدف أي حلف عسكري يا أستاذ أحمد، يمكن كنت أنت محضر السؤال ده، تمام. هو زيادة القوة.
بدلا من التسلح المنفرد انت بتزود في الايه، في القوة بتاعتك، تمام. وكمان ردع الاعداء. ردع الاعداء ليه؟ لان انت هنا خايف ان هو يهدد الكيان الاقليمي، خايف ان يكون في خطر مشترك يهدد كيانك كدولة او كيان الاقليم ككل، فبتتجه ان انت تقوم بحلف ايه، عسكري تدافع عن الكيان الاقليمي ككل. ودي نقطة اللي حضرتك اشرت اليها في الاول وتفضلت بيها، اللي هي هل ضروري ان احنا نعمل تكتل او حلف عسكري عربي؟ زي ما هو ضروري ان احنا نفكر في تكتل اقتصادي، هو ايضا ضروري ان احنا نفكر في وجود حلف عسكري عربي، لان طبعا ده بيزود في مين؟ في القوة العسكرية، وبيكون رادع لمين؟ للاعداء. وممكن لو حدثت مشكلة بين الدول العربية يتم تسويتها بطرق ايه؟ سلمية. بطرق سلمية، تمام، يعني نتخطى الصراعات. تمام. نعم وتمنح الدول برضو المشتركة العربية في الحلف مثلا مزيد من التعاون نعم أيضا يعني. نعم طيب حضرتك برضو بعض أسئلة العلاقات، يعني نعم احنا دلوقتي قلنا ما العلاقة بين الحجم السكاني والتكتل الاقتصادي، نعم هل هناك علاقة برضو بين حجم السكاني والأحلاف العسكرية نستنتجها استنتاجا؟ نعم هو عنده في الوحدة الأولى أيوة في مظاهر قوة الدولة في تمام الجوانب البشرية تمام القوة العسكرية. طب استاذن حضرتك نكتب السؤال، اتفضل. يعني عايزين معلش عشان برضو ايه، عايزين نجيب كلمة سكان لما تيجي في تكتل ولما تيجي في حلف عسكري، ما العلاقة ما بين العلاقة؟ الحجم السكاني، الحجم السكاني حجم السكاني والتكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية، والتكتلات الاقتصادية الاقتصادية، والأحلاف وهو هو العسكرية. نفس السؤال بس تمام هنا هنقول الأحلاف العسكري. العسكرية. الحجم السكاني علاقته بالتكتل الاقتصادي، كل ما كان هناك حجم سكاني مناسب أدى ذلك إلى نجاح التكتل الاقتصادي واستمراره. تمام والدليل على كده طبعا دول الاتحاد الاوروبي قلنا 500 مليون ايه نسمه، وده ساعد في استغلال الموارد واستغلالها استغلال امثل لتمتعها بالمهاره، بالاضافه لوجود حجم كبير من السوق. تمام طيب ايه العلاقه بقى بين الحجم السكاني والاحلاف العسكريه؟ كلما زاد حجم السكان او عدد الايه السكان، ده بيؤدي الى مزيد من القوه العسكريه، تمام لان ده بيوفر لك عدد اكبر من جيش. الجيوش. تمام وندي مثلا لو الطالب حتى عايز يدي دليل على كده، دولة مثل الصين صعب غزوها، لأن هي بتتمتع بإيه؟ بعض بحجم سكاني السكان. كبير. ده حاجة استنتاجية الطالب يستنتجها. تمام إذا هناك علاقة وثيقة بين حجم الإيه؟ السكان والأحلاف الإيه؟ والأحلاف العسكرية. تمام طيب نواصل مع ابنائنا، احنا عندنا اولاد برضو مجموعة اسئلة، اهمية الاحلاف العسكرية، حماية المصالح المشتركة، وتنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول. عندنا برضو سؤال اخر، تسعى بعض الدول للاشتراك في الاحلاف لردع الاعداء، طبعا يعني ايه امناع فكرة الاعتداء اصلا اسمها ردع الاعداء، فبنقول ان دوت بيكون هدف اساسي للاحلاف العسكرية الدفاعية، ودي بتنشأ خوفا من عدو مشترك او خطر مشترك، فبتلجأ الدول لحماية امنها القومي عن طريق التحالف. بعد كده عندنا برضو سؤال اخر، نشأت حلف شمال الاطلسي الناتو، طبعا ده كان ليه علاقة يا أولاد بحصار الاتحاد السوفيتي لبرلين، فنقدر نقول إن تبلورت فكرة إنشاء هذا الحلف بعد حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين سنة 48، وأنشأ الحلف بموجب ذلك، وتم التوقيع في واشنطن، لكن المقر بتاعه زي ما قلنا في بروكسل. طبعا عندنا برضو سؤال آخر، ما نتائج انهيار حلف وارسو على استراتيجية حلف الناتو؟ احنا اتفقنا ان هو ادى ذلك الى ان الحلف توسع شرقا، ربط مستقبل الامن الاوروبي بدور الحلف، بعد كده ايضا اوجد دور ليه في الازمات الاوروبية وفي الشرق الاوسط، وانضمت الدول المنفصلة من حلف وارسو الى حلف الناتو. بعد كده عندنا السعي نحو توسيع الحلف شرقا، طبعا نضم الدول التي تفككت من حلف وارسو.
استاذ اشرف، في بعض الاسئله تاني حضرتك مجهزها لنا على الموضوع ده من كتاب المدرسه. هو طبعا في سؤال اللي هي أسباب نشأة حلف الناتو وحلف وارسو تمام. والدول المنضمة ليه مثلا، ندي أمثلة عليه. العدد والعدم مثلا. والمقر مثلا في الاتنين، تمام. يعني يعني مثلا احنا كده ممكن نعمل مقارنه ما بين الناتو وورسو، دي مقارنه مهمه جدا وبعض ابنائنا كان بيطالب بيها. يعني احنا بنعمل جدول المقارنة تمام بتاعنا كده. ونكتب مثلا حلف ايه، وارسو وحلف الناتو. ونخلي عندنا وجه مقارنة مثلا نتكلم فيه وهنحط هنا مثلا وجه الايه، وجه المقارنة، وليكن النشأة. النشأة ده اللي هو ممكن يجي على هيئة سؤال بما تفسر نشأة حلف وارسو أو يعني نشأة حلف الناتو. هنا الطالب لو عرف الجدول ده ممكن يجاوب سؤالين ثلاثة بيه تقريبا. تمام. نشأة حلف مين؟ وارسو. هو وارسو. نشأ ليه حلف وارسو؟ نشأ لمواجهة حلف الناتو، والدول خلاص، المكونة له ودول ايه، غرب أوروبا. ودول غرب اوروبا، تمام. وكمان انضمام المانيا الغربية لمين؟ لحلف لحلف الناتو. الناتو. ادي سبب النشأ. استاذ اشرف، فتكون الحلف في 1955. تمام. نقدر نقول ان المانيا تسبب في تكوين حلفين؟ نعم. تمام. لان انت عندك المانيا الغربية هي بتتبع حلف الايه، الناتو، الناتو. والمانيا الشرقية بتتبع اللي هو حلف مين، حلف حلف. وارسو. تمام. ولذلك هو ممكن يجيبها صح وغلط، يقول له ايه، نشأ حلف الايه، وارسو، نتيجة لانضمام المانيا الشرقية لحلف الناتو. تمام. فهنا طبعا العبارة يعني هنا ايه، المانيا العبارة هنا الغربية. خطأ، لان تمام. هنا مش المانيا الشرقية، ده المانيا الايه، الغربية. الغربية. وعشان كده دايما بندعو ابنائنا الطلاب، استاذ احمد، ان هو في عبارات صح وغلط ما يستسهلهاش، يفكر فيها، لان هو لو تسرع في الاجابه ويروح بيته فجاه يلاقي نفسه مجاوب خطا. تمام. وده طبعا لازم هنا يكون في تأني شويه ودقه في قراءه السؤال. تمام. في حلف الناتو بقى، نشأ ليه حلف الناتو؟ انت عارف طبعا حلف الناتو نشأ البدايه، يعني تمام. ده نشأ 1905 وكام، و50 ده 50 نشأ 1949. 49. فهنا في حلف الناتو ايه سبب النشأة؟ لمواجهه تهديدات الاتحاد السوفيتي بعد حصاره البرلين. ومحاصرته تمام. لمين؟ لبرلين. لبرلين سنة 1948. تمام. وهنا ممكن يجي سؤال، تمام، ما النتائج المترتبة على حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين سنة 1948؟ تكوين حلف النتيجة الناتو. الرئيسية هو تكوين حلف مين؟ حلف الناتو. الناتو. طب برضه ممكن نقول سؤال على الجزئية دي صح أو خطأ، نقول إنه نشأ حلف وارسو، نشأ حلف الناتو لمواجهة أخطار حلف الناتو، لمواجهة أخطار حلف وارسو. هو ما كانش لسه ظهر. تمام. يعني حلف وارسو هنا ما كانش لسه ظهر. تمام. لأن إحنا قلنا ده ظهر 49، 1949 بعد مؤتمر واشنطن. تمام. خلاص؟ لكن ده 1955، هو 55. أصلاً ده ما ظهرش إلا لما ألمانيا انضمت لحلف الناتو في 54 تمام. تقريباً. لكن لو بس. عكسنا العبارة إن نشأ وارسو لمواجهة الناتو تبقى العبارة هنا صحيحة. العبارة دي صحيحة. تمام. أوكي؟ وهنا ممكن لمواجهة تهديدات الاتحاد السوفيتي ومحاصرة الاتحاد السوفيتي لبرلين، أو لمواجهة دول شرق مين؟ شرق أوروبا. تمام. وتهديدها لدول بما غرب فيها الاتحاد أوروبا. السوفيتي. تمام. طيب ده كده النشأة. النشأة. طيب المقر. تمام. وارسو في وارسو. وارسو في بولندا. عاصمة بولندا. وهنا عندنا هنا بروكسل عاصمة بلجيكا. وطبعا احنا بروكسل. قلنا بروكسل دي مقر الاتحاد الاوروبي ايضا. ولوكسمبورغ وبروكسل، نعم. تمام. ايه تاني من الحاجات المهمة؟ ممكن نقول الاهداف. الاهداف. بس يعني هنا ممكن تحط الاهداف واحدة. يعني احنا ممكن نعمل هدف هنا عام. يعني حماية الدول الاعضاء. تمام. حل المشكلات بالطرق السلمية بين الدول الأعضاء، الدفاع المشترك، الدفاع المشترك اللي هو زيادة القوة، صد الأعداء، الكلام صد. ده اللي هو الكلام العام. يعني كده يعتبر الهدف ده هدف عام للحلفين يمشي يعني. نعم. تمام. الدول المنضمة لحلف مين؟ وارسو، هو كانوا بدأ تسعة. ب9 دول. أيوه تمام. وانسحبت ألبانيا تمام سنة 1968، وده طبعا لأن الاتحاد السوفيتي بدأ يقاوم اللي هي الإيه، الثورة اللي حدثت في تقريبا تشيكوسلوفاكيا أو يوغوسلافيا، فكانت النتيجة المباشرة إن هو بدأت ألبانيا تنسحب من مين؟ من اللي هي الإيه؟ الحلف العسكري. تمام.
طيب حلف الناتو عدد الدول كان بدأ 12، ب 12 تمام، ووصل النهارده الى كام؟ الان الى 28 28. يشابه الاتحاد الأوروبي. نعم. طيب يبقى معنى كده ان عدد الدول هنا في حلف الناتو اكثر أكثر. من دول حلف مين؟ حلف وارسو. طيب نجيب سؤال على الجزئية دي، صح أم خطأ؟ كان حلف وارسو عند نشأته أقوى من حلف الناتو؟ لا طبعا، لان حلف الناتو نشأ بعدد دول اكبر، أكثر. والدول اللي كانت موجوده فيه المانيا وفرنسا وانجلترا وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه وايطاليا، فمعظمها دول كبيره، وكان معظمها دول منتصره كمان. منتصرة في الحرب. يعني الاتحاد السوفيتي انتصر، ولكن ضم بقى تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والمجر ورومانيا والبانيا تمام. اللي هي دول شرق اوروبا، لكن ده طبعا ضم معظم دول غرب اوروبا، والدليل ان ده الاقوى ان هو اللي مازال مستمر حتى الان. تمام. نعم. ممكن نزود بند في المقارنة دي حضرتك ونكتب سبب الانهيار، بس في خانة هتبقى فاضية. لو حطيت سبب الانهيار اه. هتكتب سبب انهيار انهيار حلف وارسو، وارسو لكن بس. هنا ده ما زال قائما. تمام، هتبقى الخانة ايه فاضية هنا. تمام، طب نكتب ايه في سبب انهيار حلف وارسو؟ هنا السبب في انهيار حلف وارسو هتبدأ بقى تتكلم عن من التداعيات اللي الأول هي يعني. اه. ظهرت في أواخر تولي التسعينات جورباتشوف. وبداية عهد جورباتشوف، تمام. وهو فشله في إصلاح نظام اقتصادي أكثر تطورا، بالإضافة لرغبة الدول في الانفصال عن الاتحاد السوفيتي مستغلا الأزمات الموجودة بيه والفوضى، بالإضافة كمان إلى انهيار سور برلين واتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وبدأت الدول تتحلل عن التزاماتها تجاه حلف وارسو، فأعلن ان تفكيك الحلف في 1991. اما حلف الناتو هو ما زال قائما. ايضا من ضمن الاسئله، ما النتائج المترتبه على تمام انهيار حلف وارسو؟ تمام بس يمكن ده انت مجهزه لنا تقريبيا، اللي آه. هو ما النتائج المترتبه على انهيار حلف وارسو، لا اللي هو ما احنا قلنا اه احنا كنا قلناها حضرتك يمكن لسه مجاوبه من شويه، تمام ان انهيار حلف وارسو كان ليه نتيجه، هو ان بدات النظره الاستراتيجيه استراتيجية تتغير. لحلف الناتو بدات طبعا هنا اه تتغير، فبدا هنا يتوسع شرقا على حساب حلف وارسو اللي هو حلف الناتو، وبدا ان هو يدخل الى اوروبا مستغلا للازمات الموجوده في قاره مين؟ اوروبا، ايجاد دور للحلف مستغلا للازمات وايجاد دور ليه في الشرق تمام الاوسط. تمام احنا كنا بنحضر يعني خريطة لأبنائنا برضه، عشان كل حلقة عايزين نقول تمام شيء من الخرائط أو بعض من الخرائط لأبنائنا، تمام فمجهزين خريطة معانا يا أولاد، خريطة العالم فيها بعض المطالب عندنا، طبعا مطالب عامة بقى على المنهج كله. عندنا دولة منتظمة الشكل، دولة منتظمة الشكل، بنروح هنا نلاقي عندنا فرنسا مثال للدولة المندمجة أو المنتظمة الشكل، وبنقربها هنا في خريطة أوروبا، فرنسا في خريطة أوروبا موجودة قدامنا هنا. برضو عندنا مثال تاني، دولة مندمجة ذات بروز، عندنا الكونغو في أفريقيا دولة مندمجة ذات بروز، وهي موجودة اهي شكلها في القارة. بعد كده عندنا برضو دولة أخرى مندمجة ذات بروز في قارة آسيا، أفغانستان، ودي جت في امتحان السنة الماضية. أفغانستان معانا برضو هنا بشكلها مندمجة ذات بروز، وطبعا على حدودها مع باكستان بنجد مشكلة كشمير في المنطقة القريبة منها. عندنا دولة طولية الشكل، من الدول طولية الشكل من الشمال للجنوب دولة تشيلي. أستاذ أشرف، الشكل الطولي ده كان ليه بعض المميزات اللي هو من الشمال للجنوب. انت شايف الشكل الطولي عبارة عن شريط ممتد من الشمال للجنوب، تمام. فده بيؤدي لتعدد دوائر العرض، وبالتالي بيتنوع طبعا المناخ ويتنوع الانتاج الاقتصادي، تمام. ولكن ليه سلبيات بقى، لانه تمام، ما هي بيسبب السلبيات؟ للدولة بعض المشاكل الدفاعية او من الناحية السياسية او الاتصال بين اطراف الدولة. تمام. نعم. طيب ده الشكل الطولي يا اولاد امامنا اهو. عندنا بعد كده دولة بحرية مجزأة، الدولة البحرية المجزأة عندنا في قارة آسيا دولة شهيرة بحرية مجزأة هي اليابان، تمام. والشكل المجزأ هنا يا أولاد بتكون أراضي الدولة غير مترابطة. دولة بحرية مجزأة أيضا أندونيسيا،
عندنا الشكل المكبر لأندونيسيا اهو، برضو عندنا دولة برية مجزأة، الولايات المتحدة الأمريكية دولة برية مجزأة، لأن كندا بتفصلها عن ألاسكا، دولة بواجهة واحدة تطل على الماء بواجهة واحدة. طبعا تشيلي احنا قلنا طولية زائد أنها أيضا تطل بواجهة واحدة زي ما شفنا على المحيط الهادئ اهو. دولة أيضا بواجهة واحدة سوريا، ودي طبعا من الدول العربية بتطل على البحر المتوسط من جهة الغرب. عندنا بعد كده دولة بواجهتين السعودية، المملكة العربية السعودية بتطل على البحر الأحمر من الغرب والخليج العربي من الشرق، السعودية موجودة قدامنا اهي. عندنا برضو دولة تطل بأكثر من واجهة، والدول بتطل بأكثر من واجهة هي الدول اللي هي جزر في البحار زي اليابان أيضا. يعني شفنا اليابان اتكررت في مطالب كتيرة، وبرضو عندنا اليابان فيها عاصمة مستحدثة يا أولاد اللي هي مدينة طوكيو. دولة برية بحرية مجزأة، الدولة المثال الواضح عندنا البرية البحرية المجزأة هي دولة إيطاليا. أستاذ أشرف عندنا إيطاليا على الخريطة موجودة قدام حضرتك أهي، إيه المطالب تاني اللي ممكن نتكلم فيها في إيطاليا؟ والله إيطاليا دي دولة مهمة جدا. عندك دولة طولية الشكل مستطيلة، تمام، دولة برية بحرية مجزأة، تمام، مجزأة. برضو لو الطالب ذاكر دليل التقويم كان جايب فيها دولة داخلية اللي هي سان مارينو، دي كانت موجودة السنة اللي فاتت يعني تمام كدولة محتوى. تمام وعندك كمان إيطاليا فيها دولة اللي هي صغيرة، اللي هي أصغر دولة في العالم، اللي هي الفاتيكان. اللي هي وطبعا الفاتيكان، يمكن تمام، اللي هو طبعا شرفنا زيارة سيادة البابا بزيارته لمصر، وده تمام كان حوار للحضارات ومظهر للسلام. مع الأزهر طبعا، نعم. تمام. عندك كمان إيطاليا، أنا عايز الطالب يركز في الخريطة بتاعتها. احنا بس عايز اوجه نظر حضرتك، انت جبت ايطاليا في سؤال للفائقين نعم في مسابقة الفائقين، نعم فحضرتك جبت ايطاليا. نعم طيب تقول لنا بقى حضرتك الاجزاء اللي هي ايه فيها مهارات اللي انت حضرتك ركزت عليها في المنطقة دي. طبعا انت شايف ايطاليا الجزيرة الحمراء اللي تحت دي صقلية. تمام، جبت جزيرة صقلية والجزيرة اللي بعدها اللي هي سردينيا، تمام، يعني ممكن حضرتك حتى تشاور لهم عليها كده. اه موجودة هنا، تمام. وطبعا صقلية اللي تحت. تمام، جبت البحر اللي جنب ايطاليا صقلية على طول. لو اللي قلت هو هنا لا ما جبتش الادرياتي، جبت التيراني تمام، اللي هو ده اللي هو الأدرياتي، جنب كورسيكا وجنب سردينيا، اه ده الأدرياتي ده الادرياتي وده وده التيراني. التيراني، البحر التيراني، ودول اجزاء من البحر المتوسط، فالطالب تمام اللي كتب البحر المتوسط مشيتها صح ساعتها. تمام عندك بقى الدولة اللي في الشمال، شمال الدولة اللي في ايطاليا الشمال الصغيرة دي، اللي هي الصغيرة دي سويسرا، دي لان سويسرا، دي دولة طبيعتها جبلية وتتعدد فيها اللغات. دولة حبيسة، ودولة حبيسة. تمام. طيب جبت كمان البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك، تمام لا انزل تحت شوية كده، رقم 3. ايوه. تمام جبت البوسنة والهرسك هنا، طبعا دولة توجد بها بعض الاقليات، طبعا الكرواتية والايه والصربية. تمام بس دي أسئلة بقى فائقين يعني مستويات عليا، هذه مهارات. ف تمام، مهارات. طيب احنا نجيب لهم الأسئلة بتاعتنا بقى العادية، يعني مثلا نقول له على الدولة دي، دي فرنسا. دي فرنسا دولة مندمجة، نعم. تمام، بها نهر محلي، نهر نهر السين السين. مثلا، نقول إن بها عاصمة تاريخية قديمة على باريس. باريس. طيب ممكن نطلع فوق شوية، الدولة الصغيرة دي بلجيكا، دي بلجيكا صح. يعني مقر الاتحاد الأوروبي، مقر حلف حلف الناتو، الناتو. تمام كده. هنا دولة بها أمة، يعني إيه نقول له إيه، شوية اللي هي أهو التانية. دي دولة بولندا. بها أمة، أيوة. بولندا، نعم. تمام، والعاصمة وارسو وارسو اللي اللي فيها هي حلف وارسو. كان فيها الحلف وارسو. نعم. طيب دولة دي سهلية، ألمانيا. ألمانيا نعم. دولة سهلية، نعم. تمام، ونقول برضو طبعا السهلية. إنها من الدول التي تسببت في تكوين حلف الناتو حلف الناتو. بإحصار الاتحاد السوفيتي، نعم. ضم تمام، ألمانيا الغربية. وكان لها دور في الحرب العالمية في الأولى في الوصول. أصبت الأمم حينما انسحبت مع ألمانيا، نعم.
لما مع انهيار اليابان. عزبة الأمم فانهيار أحد عزبة الأمم، الأسباب اللي هي تمام، انسحابها هي واليابان من عزبة الأمم. هي واليابان، تمام. نعم. وفي الحرب العالمية أيضا إن هم تسارعوا للحصول على حقول البترول في منطقة القوقاز، تمام يعني تمام برضو دي برضو من الإيه، من اللي هي كان لأزمة البترول دور في الصراعات الدولية. تمام طيب نعم. لو رحنا لدولة بحرية مجزأة، دي طبعا إنجلترا، إنجلترا، وهنا طبعا عاصمة تاريخية فيها لندن لندن، كعاصمة، تمام. طب ننزل بقى جنوب فرنسا، هنلاقي دولة أسبانيا. أسبانيا طب هنا في حد طبيعي، دي اللي هي جبال البرانس. جبال البرانس. نعم. طيب ولما نتكلم على العاصمة التي تقع في منتصف الدولة تقريبا، هي عاصمة سهلة الاتصال، تبقى مدريد طبعا على أساس سهولة مدريد، المواصلات بين أجزاء الدولة، تمام. طيب يعني احنا هنا نقول ان ممكن الدولة دي نهر الراين كمان ممكن تحدده، نهر الراين نهر على الراين الحدود أيوة بين بين ألمانيا وبين ألمانيا فرنسا، وما بين فرنسا، ولذلك يقول لك حدود فرنسا مثالية، تمام، لأنها في الشمال الطبيعية. يعني مثلا عندنا هنا اللي هو بحر المانش، بحر المانش، وعندنا نهر وهنا الراين نهر في الراين، الشرق، نعم، في الجنوب البحر المتوسط وجبال وجبال البرانس، البرانس، وفي الغرب خليج بسكي أو خليج المحيط بسكاي الأطلنطي، والمحيط، تمام، نعم، الأطلنطي. نعم. طيب إذا قلنا إن الدولة ديت لها مشكلة مع دولة عربية، اسبانيا لان هي أسبانيا، بتحتل مدينتين في المغرب اللي هنا هي سبتة سبتة ومليلة، ومليلة، سبتة هنا ومليلة هنا، نعم تعتبر سبتة أكثر استراتيجية لقربها من المضيق، طبعا لان دي بتبعد عن المضيق 26 كيلومتر تقريبا. تمام. يعني احنا كده ما نقدرش نقول عن أوروبا غير إنها دولة عديدة المطالب، قارة اوروبا، عديدة المطالب، مقرات المهمة جدا اللي بدعوا ابنائنا الطلاب ان هم يركزوا فيها هي وقارة افريقيا، ولو الطالب ركز في افريقيا بالدول الخاصة بيها واوروبا ان شاء الله باذن الله لازم بيجي فيهم حاجة في امتحان اخر العام ان شاء الله. تمام. طيب بنكمل مع أبنائنا، احنا عندنا خريطة العالم برضو دولة سهلية، احنا عندنا دولة سهلية ألمانيا، احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي حالا، برضو هنجيبها هنا بشكل اهو مقرب، ألمانيا لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي، دولة سهلية، دولة جبلية، طبعا دولة جبلية، اليابان، سويسرا واليابان من الدول الجبلية. نعم. أستاذ أشرف، إحنا هنحط مصر مع البرازيل من الدول المتنوعة. تمام. يعني عندنا الدول المتنوعة جت في الكلام أهو، عندنا دولة متنوعة. مين نلاقي موجود عندنا؟ تمام. موجود عندنا مصر أهي كدولة من الدول المتنوعة التضاريس. طيب يعني يا أستاذ أشرف، إحنا إن شاء الله عايزين نواصل مع أبنائنا إن شاء الطلبة. الله. حضرتك بتحضر لنا أسئلة إن شاء الله عشان بقى الوحدة نستكمل الرابعة معاهم بإذن الله المراجعات إن إن شاء شاء الله الله. معاكم في الوحدة الرابعة في الحلقة القادمة. نشكرك يا أستاذ أشرف، شكرا أستاذ أحمد، أبنائنا الأعزاء، نلقاكم على خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.